خرج البعض مدفوعا بقسوة ظرف عام أو خاص، وخرج بعض آخر راغبا في العلم أو حالما بالرزق أو مسكونا بسحر الرحلة نفسها. البروفيسور الجزائري كمال يوسف تومي، أستاذ الهندسة الميكانيكية والروبوتات في معهد ماساتشوستس للتقنية. أنا ولدت في مدينة قصر البخاري بالجزائر، وهذه المدينة هي حوالي 150 كيلومتر يعني جنوب الجزائر العاصمة. الوالد رحمة الله عليه يعني قتل يعني في الحرب ضد فرنسا، وأنا كان عمري حوالي 3 سنوات، فأخوي أحمد يعني أصبح هو يعني رب العائلة يعني، وكان في عمره 12 سنة، وفيه يعني أختي اللي أصغر مني وأربع إخوة أكبر مني، وعندنا أختنا اللي أكبر منا كلنا هي. وأمي ثانية رحمة الله عليها كانت يعني هي اللي يعني في البيت والعمود الفقري يعني متاع العائلة. أخوي المحفوظ يعني علمني الرياضيات، فكنت أنا حتى يعني يمكن السنة السابعة ولا، فكنت يعني تقريبا تحت الصفر في الرياضيات، يعني ما كنت نفهم يعني هذا المجال. لكن هو في صيف يعني من في ذات تلك الفترة، فقال يعني في الصيف هذا خلاص أنت ما تلعب، تجي معايا ونركز على الرياضيات. ففي الصيف هذاك يعني فعلمني، فالحمد لله يعني يعني رحت يعني من صفر أو تحت الصفر، يعني في آخر السنة يعني كنت أنا أخذت يعني الجائزة الأولى في يعني في الرياضيات. فخفت أنا أن أظن أنه هذا الشيء يعني راح يزول، فأصبحت يعني أشتغل وأدرس ولا يعني ليل ونهار يعني حتى تبقى معايا هذا العلم ولا هذا القدرة على الرياضيات. لكن الشيء اللي يعني كنت يعني أرغب فيه وكان عندي فيه شغف يعني كبير كانت يعني صناعة الأشياء، فكنت ناخذ يعني بعض المكونات يعني من السيارات القديمة أو كانت أجهزة وتركبهم، ويعني من الحاجات اللي صنعت كانت يعني بروجيكتور يعني في الأفلام. عملت يعني الابتدائي والإعدادي في مدينة قصر البخاري، والثانوي كان في مدينة المدية اللي هي حوالي 60 كيلومتر من قصر البخاري. ولخلال الثانوي جاءت هذه الفكرة أنه أنا يعني أدرس إلا يعني في الجزائر ونبقى مع العائلة، أو أدرس يعني في أمريكا وأمريكا فقط يعني. فكان لدي يعني على الأقل يعني 3 منحات، يعني منحة لروسيا ومنحة لألمانيا ومنحة ثالثة لبلجيكا، لكن أنا رفضت يعني كل هذه المنح. فجاء صديق واحد من أصدقائي فهو اللي أخبرني على منحة إلى أمريكا، لكن الديدلاين كان فات، فقلت يعني للموظف يعني الله يرحم والديك يعني شد هذا الملف. فهو أخذ الملف مني، وأنا كنت متحقق يعني 100% أنه رماه يعني في ال، لكن يعني بعد يمكن شهر أو شهرين يعني جات الطلب إلى البيت أنه لازم نروح يعني إلى العاصمة لنأخذ يعني بعض الامتحانات في الرياضيات والفيزياء والكيمياء. والحمد لله يعني في آخر الأمر يعني كانت المنحة يعني كذلك. انتقل كمال يوسف تومي بمنحة من شركة جزائرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1975 لدراسة الهندسة الميكانيكية. فجينا إلى بوسطن وتعلمنا اللغة الإنجليزية، لأنه كنا يعني ما نحسن اللغة في ذاك الوقت. ففي يعني بعد شهر ونص ولا شهرين الأولين، فكنا خرجنا احنا 3 من الطلبة مع إحدى الأساتذة، وكنا من جانب بوسطن والـ MIT من الجانب الآخر، وبيننا يعني النهر هذا متاع تشارلز ريفر.
فهي أشارت إلى بنايات الـ MIT وقالت يعني من بعض أذكى الناس في العالم يعملون في الـ MIT. فقلت أنا لازم أكون مع هذا الناس، مع هؤلاء. ومن ذاك اليوم يعني أصبحت يعني نشتغل يعني بأكثر جدة وأكثر قوة. فبعد 6 أشهر متاع اللغة يعني انتقلنا إلى مدينة سنسيناتي وابتدأنا يعني الدراسات في الهندسة الميكانيكية، وكانت يعني جامعة يعني مستوى يعني جيد. ففي أواخر 1978 أنا قدمت يعني طلب لبعض الجامعات للـ MIT وستانفورد وبيركلي ويعني حوالي 6 أو 7 جامعات، وجاني القبول من الـ MIT، وهي كانت يعني الجامعة اللي كنت أفضل هذا الجامعة. وبعده جيت إلى بوسطن، يعني تحولت إلى بوسطن في أواخر الصيف، يعني في شهر 8. ففي هذا البرنامج بتاع الماجستير في الـ MIT كان في يعني في التحكم، أنا أتممت الماجستير في 81. من بعدها كان يعني تقريبا عام اشتغلت على التحكم في المحرك يعني متاع سيارات، و 82 يعني ابتدأت المشروع بتاع الدكتوراه، وهو كان مع الأستاذ الصادة. كان هذا على الروبوتات السريعة. ففي ذاك الوقت يعني كان الروبوتات يعني تمشي بسرعة مثلا متر في الثانية، يعني كانت تشمل عدة أشياء، يعني منها يعني التصميم، منها التحكم بالبرمجيات، النظريات من جانب الديناميكي، حتى هذا الروبوت يكون عنده سرعة تقريبا يعني 10 مرات أكثر من الروبوتات اللي كانت موجودة في تلك الفترة. والأكسلريشن كانت يعني أكثر يمكن 50 مرة من الروبوتات الموجودة، وحتى يعني الدقة متاعه يعني في الحركة. فكل هذه، لكن أنا ما في تلك الوقت ما كنت مهتم يعني بالبراءات الاختراع، كنا مهتمين يعني بنشر البحث العلمي. يعني اليوم يعني إذا كان يعيد عجلة الزمن، فالإنسان يمكن يعمل براءة الاختراع أولا، وثانيا يعمل المنشورات العلمية. والحمد لله يعني أتممت الدكتوراه يعني بعد يعني 2 سنين و9 أشهر، يعني في يون ولا شهر 6 من 85. He was a doctoral student here and I was كان طالب دكتوراه هنا، وكنت أنا البروفيسور المساعد للسنة الأولى، فانضم هو إلى مجموعة البحثية وعملنا على ما يسمى بالروبوت الموجه، والذي كان له تأثير كبير في ذلك الوقت، وقد كان فائق التميز في العمل على الروبوتات الموجهة، وكان ذلك موضوع رسالته لدرجة الدكتوراه. وكان يفاجئني من حين لآخر حين كان يطلعني على اكتشافات جديدة غير متوقعة. Unexpected, the unpredictable new findings that came up. When he was a graduate student, I was a fairly young. عندما كان طالب دراسات عليا كنت بروفيسورا جديدا هنا. كمال كان مهتما جدا بالتصنيع، وكانت لدي بعض المشاريع الجديدة المتعلقة باللحام الآلي. أخبرني أن له أخا في الجزائر لديه ورشة لحام، وبالتالي فإن لديه خبرة باللحام، فاعتبرت ذلك ميزة حقيقية، وأنه بالنتيجة سيكون مهتما بالعمل في مشروعي. عمل البروفيسور كمال يوسف تومي كأستاذ في الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتقنية، ليبدأ مسيرة تميز وإبداع لم تنتهي حتى يومنا هذا كأحد أبرز المخترعين في علم الروبوتات. فبعد ابتدائي كأستاذ في الـ MIT، فأتممت يعني بعض الأبحاث في هذه الروبوتات السريعة، لكن ابتدأت يعني بحث آخر، وهذا البحث يعني استعمال الروبوتات والتقنيات اللي تسهل يعني في صنع الأجنحة للطائرات وفي جسم الطائرة نفسها، وتجعل الأشياء هذه تقريبا أوتوماتيكي.
في أوائل التسعينات زدت يعني مجال آخر في النانو تكنولوجي، لكن كل فترة كان شيء جديد. مثلاً في الأوائل كان آلة الميكروسكوب وتكون أوتوماتيكية، وبعدها يعني دخلنا في مجال الهاي سبيد. فمثلاً الميكروسكوب العادي يمكن يعمل يعني سطر في الثانية، فإحنا طورنا هذا حتى يكون تقريباً لأربعة آلاف سطر في الثانية وتأخذ فيديو. فاستعمال هذه الآلات السريعة يمكن مثلاً في الطب، أفرض أنت عندك دواء جديد تختبره في خلايا مثلاً، فالآن بهذا الجهاز تقدر يعني تشوف فيديو كيف هذه الخلية يعني تتعامل مع هذا الدواء. كانت لكمال إنجازات رائدة في مجال ميكروسكوبات القوة الذرية، وكان إسهامه كبيراً ليس فقط في تحسين هذه التكنولوجيا وبناء أجهزة ممتازة من خلالها، ولكن عندما بدأنا العمل معاً وكان يتحقق من أحد الأجهزة وجده يتطلب وقتاً طويلاً لإجراء تجربة صغيرة لم يكن عملياً بتاتاً من ناحية إنتاجيته، لكني عملت معه ومع أحد طلبته في الدكتوراه على ما يسمى ميكروسكوب القوة الذرية ذا السرعة الفائقة، والذي ينجز التجربة بسرعة عالية ويعطيك فكرة عما يحدث. وبعدها انتقلنا ولزدنا يعني مجالات أخرى. هذه المجالات اللي هي في الروبوتات الذكية، مثلاً أنت عندك روبوت ينظر إليك كيف يعني تعمل شيء، يتعلم منك ويعلم الروبوتات الأخرى حتى يعمل هذا نفس الشيء، وتقنيات حتى الروبوت يكون يعني ذكي. فالآن أنت حبيته يشتغل يعني جنب بجنب مع إنسان ويكون يعني ما فيه اصطدام، يكون الإنسان يكون سكيور. المشاريع الأخرى تابعة للماء، الماء والغاز. هنا في ولاية ماساتشوستس نضيع يعني على الأقل 100 مليون دولار في الغاز، لأنه فيه أنابيب يعني لتضيع غاز وكذا. لتجاوز هذه المشاكل في الغاز وفي الماء، احنا عملنا تصميم بتاع روبوتات خاصه اللي تدخل في الانابيب وتبحث على هذا التسريب وتاخذ كل المعلومات وتبعث لك المعلومات هذه بوايرلس. كمال's inventions in this area، ابتكارات كمال في هذا المجال ستتيح لنا تقليل مقدار التسريب داخل المدن. احد اكبر التحديات في اكتشاف تسريبات شبكات المياه هو ان الانابيب مدفونه، ويمكن ان يكون لديك اسفل المدينه 20,000 كيلومتر من الانابيب الصغيره، فكيف ستكتشف مكان التسريب؟ الحفر في الارض للعثور عليه مكلف للغايه، كيف ستعرف اين تحفر؟ روبوتات كمال يمكنها باجتيازها الخط العثور على مكان التسريب، لذا تحفر في مكان واحد بدلاً من الحفر فوق الشبكة كلها. لقد بدأنا هذا المشروع بتمويل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الدمام في السعودية، وقد أخذت هذا الروبوت إلى الدمام العام الماضي وجربناه في شبكة المياه في الدمام، وقد تمكن من تحديد أماكن التسريب بدرجة عالية من الدقة في نطاق نصف متر من مكان التسريب. الدكتور كمال هو مرشدي في بحثي، وقد عملت معه على مدى 5 سنوات وتعلمت منه الكثير، وخصوصاً فيما يتعلق بكيفية التفكير بالمسائل والتفكير بالابتكار. فالآن عدنا مشروع مع روسيا، وهذا لإعادة تدوير الهواتف الجوالة. يعني في الحقيقة في كل الآلات الإلكترونية فيها معادن ثمينة، precious metals، هذه من ذهب وأشياء أخرى، هذه لازم الإنسان يعني يستفيد ويتحصل عليها، فهذا لازم يكون روبوتات سريعة. والجانب الآخر على تصليح الجوال هذا، فهذا يكون سريع لكن ثاني يكون دقيق، ويعني في نفس الأشياء. لقد أبلى للبروفيسور يوسف تومي بلاء حسنا بعمله من خلال مكتبنا مع شركات عالمية لإيجاد مشاريع يعمل عليها في مختبره للأبحاث. دعني أضرب بعض الأمثلة وخصوصا من الصين.
في البداية هو يعمل مع شركة في ووشي بالصين لتطوير نظام قياس واسع النطاق وقابل للتعديل، كما أن هذه الشركة قد أرسلت موفداً منها للعمل في المختبر. سأضرب مثالاً آخر لشركة مقرها في آسيا تعمل في مجال الزراعة والغذاء منذ عقود، وهم يستعملون الطريقة اليدوية في نزع العظم من الدجاج. فطور البروفيسور يوسف تومي روبوتاً يمكنه أن ينزع العظم بدقة أكبر ويحل محل البطيئين من العاملين، وهذا في حد ذاته ابتكار جديد تماماً. تلقى البروفيسور كمال يوسف تومي التكريم في عدة مناسبات، والتي ابتدأها الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان في ثمانينات القرن الماضي، كما عمل كمستشار للعديد من الشركات العالمية وسجل أكثر من 50 براءة اختراع. في منشورات، يعني أكثر من 300 منشورة، يعني الحمد لله، وتسجيل يعني براءات الاختراع يعني هي حوالي 50 يعني كباتنت، يعني ومنها مازال يعني في التقييم. فيعني دعيت إلى المشاركة في يعني عدة مؤتمرات ولقاءات يعني علمية في بلدان كثيرة يعني في العالم، يمكن أكثر من 40 دولة. وهذه كلها يعني كانت في الميدان الروبوتات أو التحكم أو الميكاترونيكس والآلات الذكية. حي على الصلاة. يهب البروفيسور كمال يوسف تومي وقته وعلمه للمجتمع الإسلامي في أمريكا وللبلدان العربية ووطنه الأم الجزائر. الحقيقة يعني أنا ابتدأت أشارك في النشاطات في يعني أوائل التسعينات ولا في نصف التسعينات. أنا أظن يعني فيه تحديات صعبة، تحديات معقدة، فلهذا يعني موجود هذا معهد الإسلامي في بوسطن، فأنا أشارك في هذا المعهد وأنا عضو في مجلس الاستشاري، وكان فيها يعني نشاطات أخرى، يعني أشارك فيها مثلا خطب الجمعة ولا إلقاء خطب الجمعة، تجويد يعني في المساجد وفي المناسبات، تدريس التجويد وإلقاء يعني محاضرات ودروس علمية، وكان فيه يعني كذلك يعني جمع التبرعات للمساجد وخاصة للمحتاجين والأرامل. وهي يعني والله يعني كلها يعني من برغبة، يعني فتسهل على الإنسان أن يكون يشارك في هذه النشاطات. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك. خلال مسيري العلمي والتقني يعني حاولت أن أشارك يعني في نشاطات خاصة في البلدان العربية والمسلمة، ومنها الكويت وقطر والسعودية والإمارات، وهذه النشاطات يعني كانت يعني من جنب محاضرات علمية وتقنية. برنامج ابن خلدون، برنامج يساعد المرأة السعودية في أنها تطور حالها في مجال البحث العلمي، فكون التعاون مع واحدة من أفضل الجامعات، فأعطيك مثلا بالنسبة لمشروعي، أنا المشرف على المشروع حقي من جامعة MIT، هو عبارة عن واحد من أكثر 7 في العالم لهم تأثير على الإنسانية بشكل عام، على المجتمع الإنساني. فلك أن تتخيل تعاوني معه قديش ينفع، أني أنا أتعلم منه، أني أنا أقدر أستفيد طبعاً من خبرته ومجاله الواسع في الأبحاث، لأنه هو من أفضل نقول الريفرنس ساينتست في مجال الكمبيوتر في العالم كله. وكذلك نشاطات أخرى مع بلاد الجزائر وهي بلد الأم، فكنت يعني أحاول يعني قدر المستطاع
على نشاطات في الجامعات، يعني ألقي يعني محاضرات علمية، وخاصة يعني على تدعيم الشباب، لأنه الشباب هو يعني المهم. رغم انشغالات البروفيسور كمال يوسف تومي الكثيرة والمتعددة، إلا أنه منح عائلته الوقت الأكبر، ولكن لم يخلو الأمر من الصعوبات والتحديات. هو في الحقيقة يعني العمل يعني يتطلب يعني وقت طويل وجهد كبير، نتعشى مع الأولاد ونأخذهم يعني على الإنام، وبعد ما يناموا كلهم فأنا أشتغل كذلك في البيت. التحدي الرئيسي الذي يواجه كمال هو كما تعلم مغرم بالعمل الهندسي الذي يستهلك الكثير من الوقت، لكني أراه ملتزماً تجاه العائلة، وهذا أحد الأشياء التي أحترمها فيه. كان عندي يعني ابني زكريا وبنتي ليلى. زكريا يعني رحمة الله عليه، فكان هو يدرس كمبيوتر ساينس، لكن جاه يعني مر بالسرطان وتوفي. وليلى هي يعني تخصصت في الفاشن ديزاين، فهي معي وتعتني بي. لم أسافر كثيراً إلى الجزائر، لكن أحلى ذكرياتي كانت اللحظات التي كان أبي يضعني فيها في سريري قبل النوم، وكان يروي لي قصصاً عن النبي، وقصصاً عن النبي عيسى عليه السلام. لسبب ما كنت أحب ذلك، وكنت أطلب منه كل ليلة أن يروي لي تلك القصص. إنه شخص رائع، وأنا سعيدة لكون ابنته. احمد، انا وجوني يعني تزوجنا من قبل يعني سنتين، وزرنا الجزائر يعني مره واحده. كمال يحب ان يقضي وقتا في قراءه القران، ويفعل ذلك اثناء المشي، لذا عندما نمشي معا يستغل كمال الفرصه في التلاوه، وانا احاول ان اراجع الايات التي احفظها واخصص وقت المشي لهذا الامر. نحن نمشي ونعمل، وهذا أحد مظاهر حياتنا. النصيحة البسيطة للشباب هي يعني تشمل ما يلي: أولاً صبر، لأنه ميدان في التقنيات والعلم يحتاج صبر. الثانية هو يكون عنده يعني شغف في مجال، أو يربي الشغف في تلك المجال. ثالثاً تكون عنده رؤية واسعة. والشيء الرابع أنه يغذي ذهنه يعني بالأفكار جيدة، بعلم وخبرة، يعني تقريباً كل يوم. ولكل رحلة نجاح على ضفاف بعيدة تضاريس وأحداث وإحداثيات، أشواك وثمار، أما الحنين فيبقى أبداً لأول منزلي.